نجم الشعر الزجلي الشعب اللبناني حبيب أبو أنطون، سيرة الحب والعاشقين بمناسبة عيد الحب مع الشاعر الزجلي اللبناني اللي أعاد تألق الزجل والشعر الشعبي اللبناني إلى أوساط جيل الشباب وتحول إلى نجم يسابق نجوم الغناء وصاحب جمهور عريض بالملايين من لبنان إلى كافة بلاد الاغتراب. أهلا وسهلا فيك حبيب أبو أنطون، ونحن بانتظارك مع هالزجل الحلو. أهلا وسهلا فيكم، وعن جد حاسين هون هلا أنه مش أنا اللي شرفتكم، أنتوا اللي شرفتوني. يا أهلا وسهلا فيك، نحن كثير مبسوطين فيك، وأنا حابة هيك ببداية الحديث أعرف شو شعورك بأنه أنت هالأيام رجعت الشعر ورجعت الزجل وقدرت توصل على قلوب الناس اللي ما بقى لا تقرأ ولا تسمع ولا تقدر هيك نوع من الفن للأسف. لك كانت طريق صعبة ومش متوقع أنه العالم عن جد بدها تحب، خاصة الجيل اللي هو من 40-45 ونزول. بس آخر فترة تفاجأت على كل صفحاتي، على الإنستغرام، على البيج، على التويتر، وأنت بتعرفي بتفوتي على الإنسايت بتعرفي الأعمار. صح. كل الأعمار عندي الشي 110,000 متابع تقريبا، صاروا كلهم من 50-45 ونزول، عشرينات و18 و30 و25، فبيكبر قلبك وانا عم بعمل لهم شيء قريب لهم. يعني انت بتعرف الزجل شيء في ناس بيعتبروه دقه قديمه، في ناس بيعتبروه انه ممل، بس عم بعمل لهم الاشياء القصيره اللي هو بدك تواكب العصر بالنهايه. ما فيك يعني كنا نبعث رساله مع الحمامه توصل بعد شهرين، هلا واتساب سند توصل بدك تلحق العصر. هذا اللي عملته وقدرت، لا انتصرنا يعني وكثر خير الله، ولكن بعد في سميعه ومثل ما بيقولوا. كيف قدرت تعمل الزجل بطريقه مودرن بما انه بدك تعصرني جيل الشباب؟ يعني زجل فن، يعني لون من هالالوان التراثيه. كيف كانت اغنيه ام كلثوم ساعه ساعه ونص، صارت الغنيه 4 دقائق هلا. كيف التليفون بيتطور من التليفون القديم لهلا التليفونات اللي بين ايدينا؟ زجل محتوى او نوع يعني من يعني قابل للتطوير، مثل كل شيء، مثل السياره، مثل الاغنيه، مثل البنايه. قبل الاعمار القديم كان غير الاعمار الجديد. فانا قلت لا، لازم نطوره، وعرفت الناس شو بدها، يعني نفوت على قلوب الناس، نفوت بالحفلات بالمناسبات، اعرف الناس وين نقطه ضعفها، شو بتحب ومن شو بتتجر. فاشتغلت على هذا الموضوع وكثر خير الله طلع بايدنا. حبيب قابل للتطوير ايه، بس ما كل شيء له اساس، في اسس بكل شيء، ما فيك تتخطي الحدود. اكزاكتلي. فاذا بدنا نحكي عن الاسس بالزجل، شو بتذكر لنا؟ شو اللي ممنوع نتخطيه او نحذفه او نلغيه؟ اول شيء بدك تحافظي على الاوزان الزجليه، لانه نحن عندنا بحور مثل البحور الخليل، يعني عندنا البحر اليعقوبي، البحر المتفاوت، البحر المزدوج، اللي هن بالقراده مثلا نحن بنغني اسمه المزدوج، هي بالاغنيه ليل ورعد وبرد وريح، دنيا برا مجنونه، 7 سلاب، فعلن 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 فع. في المعنى مثلا اللي بنغنيه كمان، مثل الله معك يا بيت صامد بالجنوب مثلا، 12 سلاب مثلا، هيدا البحر اليعقوبي. هو من المحرمات، ما فيك تدقي فيهم ابدا. مثلا فيك تطوري، مثلا اذا القصيده طويله كثير ممله فيك تقصريها تختصري منها. ادخلنا الالوان الشعبيه على المسرح، يعني الدلعونه، الجملو، مثلا رمانك يا حبيبي، هالاغاني اللي هي قديمه بس من كلماتنا. ادخلنا الموسيقى، اورج، دربكي، الناي، القانون، هيك بتعصرني. بس ما فيك تلعبي بالاوزان. أوكي. اكيد في مثل ما قلتي حدود. نحن على ابواب عيد العشاء. نعم. عيد الحب، يعني تقريبا بعد 10 ايام. طبعا حابين نسمع منك هيك زجل عن الحب، لانه الحب بيتفاوت، اوقات بيكون في اثنين مغرومين ببعضهم بيتركوا، بيكون في زعل هون، واوقات في اثنين بيكونوا بيتوفقوا مع بعضهم، بيكون في فرح هون بالزجل. نعم. يعني غزال بديك يلا لعيدة. غزل بغني على هيدا؟ على هيدا. أوف أوف أوف، الشمعات مرة بتحترق بالصوم،
لما تصلي وترفع كفوفك الشمعات مرة بتحترق بالصوم، لما تصلي وترفع كفوفك، لكن أنا عم بحترق كل يوم 2000 مرة بستشوفك. يا غايب وعطول مخفي، شايف بقلبك نار مطفي، ما تشعلي في جسد بردان، طفي مرا عم تحترق فيه. أوف ما تفتكر عالبعد مش زعلان، وحظي معك بالحب مش سلبي، إن كان وإن قلبك فقد إنسان، عغيبتك قلبي فقد قلبي، يا كاسر بغدرك قلب مقهور، ما تعتذر منه غصب عنه، ما الغصن رح يبقى غصن مكسور، حتى إذا الريح اعتذر منه. شكرا. واو، يعطيك العافية. واو حبيب، شاعر عطول بيكون بحالة حب؟ مش ضروري. طب شو بيكتب بس يكون عشقان؟ هي القصيدة حلوة بتطلع بس تكون طالعة من القلب، أكيد بتطلع أحلى وبتطلع من الجروح. بس الشاعر مش عطول بيمرق بحالات حب، يعني اللي بيكتبوا الشاعر في أوقات بيتخيل مشهد قدامه أو بيتخيل لوحة وبيكتب عليها، فمش مش دائما إذا كتب عن الحب. طب وإذا يعني كان مكسور قلبه شو بيكتب ساعتها هون؟ بيكتب عن كسر أحلى القلب. شي بيكتب. أحلى شي بيكتب. أحلى شي بيكتب. هو الحزن سبحان الله. سبحان الله، ليه الإنسان على الوجع؟ مرة كنت عم بحكي مع وائل كفوري صديقي، كان عامل آخر كم ألبوم حزن وغدر وخيانة، قلت له عمل شي فرح. قال لي حابب كتير أطلع من هالأجواء، بس بدي أقول لك شغلة، إذا بتغني فرح للناس ما بحبوا، غني عن الغدر وعن الخيانة وعن القلب المكسور وعن الجرح، بتلاقيهم حبوا وحفظوا الغنية بدقيقتين. وهو عم يحكيني عن تجربة، لأنه عمل ألبوم مثلا 10 أغاني كلهم هيك، والثاني والثالث والرابع. ما بعرف، العالم بتحب الحزن وبتحب الوجع، يمكن لأنه بيطال الكل الحزن والوجع، يعني ما حدا غني لهم شيء فرح بتلاقيهم ما تأثروا بتجربة. إيه مزبوط. لو كان هو مش موجوع ومش مجروح ووضعه كتير منيح، غني له عن الوجع وعن الحزن بتلاقيه تأثر، غنيه عن الفرح ما بيعني له كثير الموضوع. تقطع مرور الكرام، تقطع مرور الكرام والله هيك. الفرحة المهضومة، نحن بشعرنا كمان هيك، يعني بتقولي قصيدة وجدانية حزينة بتبكي، بتلاقي العالم تفاعلت معها، بتاخذ 2,000,000 على السوشيال ميديا مثلا، قصيدة مثلا عن الأم حزينة مثلا، بتاخذ 2,000,000 فيوز. تعملي شيء فرح ماشي ربع القيمة. طيب الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية بس تحكي عنها بالزجل كمان بتاخد رواج؟ نعم، خاصة آخر فترة، آخر فترة كتبت كتير أشياء عن الوضع، عن البنوكي، عن الوضع السياسي، عن الوضع الغلا والمعيشة، كتير تأثرت فيها، لأنه عن جد العالم هيدي عم تعيشها، يعني هيدي ما فينا نقول أنه واحد عم يتخيلها، أنه مزبوط ومرقت على الكل، على الغني وعلى الفقير وعلى المعطر وعلى الوضع منيح. فليه بيتفاعلوا عن ال سمعنا هيك عن البنوك وعن يلا سمعنا بالسلة خلقنا ليلي 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 يا لبنان الحلو، نحن انتهينا انتهينا، عكس ما كنا ابتدينا،
يا لبنان الحلو نحن انتهينا انتهينا عكس ما كنا ابتدينا الخزينة فاضية والشعب عاري افتقرنا والغلا بنار كوينا كنا بقصرنا نربي الجواري وحكم الكون مربوط بيدينا كنا لعب نلعب بالدراري ونغني الناس أكتر ما اغتنينا كنا مرجع السوق التجاري ونربح مال أكتر ما عطينا وبعد ما فلسونا من المصاري صار الصيرف يفلح بضفر ومدير البنك يتمرجل علينا. شفتي وين صرنا؟ بس لحظة طلعي بالمندلون ايه كل الويترز كل كل الناس يعني عينهم عليك كلهم بحبوني حبيب ايه ما في شك نحن منحبك حبيب اليوم لحتى شخص يكون قادر يقول زجل غير الأسس يلي حكيت عنها اللي بدها دراسة أكيد هو بحاجة لشو؟ لسرعة بديهة؟ لأفكار؟ لشو؟ أول شيء بده يكون موهوب هاي الشغلة مثل واحد الله بيعطيه صوت وحنجرة بيخلق من موهبته من ربه صوته حلو اكيد بيسقلها بيتمرن في ناس بيكون صوته مش حلو بيروح بيدرس 60 70 سنه كونسرفاتوار وفوكاليز وما بيطلع شيء من امره فهي الموهبه هي الاساس بس تكوني موهوبه اكيد ما هي الموهبه بتكون سرعه البديهه من الموهبه الكاريزما الاداء ساعتها الاوزان هون بدك تكوني بتتعلميهم اكيد بتدرسيهم وبتصيري على السمع يعني الوزن صاير على السمع ما فيك كلمة بدك تكتب جملة تقسميها على التفاعيل يعني خلص صرتي على السمع فهي أهم شيء الموهبة وبيرجعوا هوديك أشياء سنوية بتصير قد ايه الإلقاء مهم؟ هو أفضل يكون صوته حلو مش حلو مش مطلوب من الشاعر يكون صوته مثل وديع الصوفي بس مقبول يعني صوته مقبول شوي لأنه الكلمة الحلوة يعني مجربين بتقوليها بطريقه صوت مش حلو ما بتوصل مثل اللي عم بقولها بصوت أكيد. حلو انت اليوم كمان حبيب بتنافس نجوم الغناء كأصحابي كلهم شو بس صرت بتنافسهم بموضوع الشعر انا بموقعي ايه ناجح يعني انا العالم بتحكي عني بالنهايه بس انه نجحت باللون اللي انا فيه مثل ما هن ناجحين بالطرب يعني وانا في شيء مساعدني انه ما عندي كثير منافسين صحيح يعني بالطرب بتلاقي الصف الاول فيه 10 15 الصف الثاني شيء 500 الصف الثالث شيء 1000 بس انا زجل دغري حبيب وانطون ايام زمان كنا نسمع باسامي كبيره هلا نعم. صرنا بنسمع بكثير اسامي قليله بالزجل في يعني هلا القديمين اللي ماتوا الله يرحمهم واللي كبروا بالعمر تقاعدوا هلا بس بجيلنا في شيء 30 25 شخص بس يمكن ما في تضواية إعلامية عليهم ما عرفوا يمكن اشتغلوا صح مثل ما أنا اشتغلت بس كلهم شباب فين البركة يعني منيح شو يعني أنت اشتغلت صح حبيب أنا اشتغلت أنت وخيك تميزتوا بكثير من الأشياء شو اللي وصلكم شو اللي خليكم هالقد تكونوا منتشرين حتى يعني جيل الاغتراب كله بيعرفكم جيل الشباب بالاغتراب ليش انت وصلتوا شو كانت الطريقه ما والله ما بعرف هيدي شفت ما هيدا ما قلت انه نحن انا اشتغلت صح انت يمكن ما يعني هي الموهبة لما انت عندك محتوى مضمون ايه هلا لو انت عندك محتوى ما عندك محتوى جيد ومثل ما قلت لك اشتغلت على انه اقرب هاللون الزجل القديم للحقيقة وقربته بالجيل الجديد واعمل لهم ارضي الجيل الجديد لانه نحن بالنهايه الكبار فلوا وعم بفلوا بدنا هالجيل يسمعنا ويحضرنا فنحن عم اقول لك انا اشتغلت وعملت اللي علي ومحبه الناس هي من ربنا يعني بالنهايه عرفتي كيف؟ انه
قد ما يكون اذا المحتوى تبعك مش حلو، لو كل وسائل الاعلام دعمتك ما بتوصل الى محل، بالعكس الاعلام بضرك. من هيك عم بحكي عن المضمون وعن الطريقه اللي انت بتقدم الاشياء فيها. بالنهايه محبه الناس من الله، ونحن علينا نشتغل، نعمل علينا نشتغل صح. انت خريج استوديو الفن كمان؟ ايه انا فت باستوديو الفن واخذنا شهادات. واخذت الشهادات؟ اخذنا شهادات، كان عندنا خدمه عالم، رجعنا طلعنا على خدمه العالم. شو اضافت لك هيدي التجربه؟ ما فكرت ترجع تكررها هلا بالبرامج الجديده؟ انه اقدم على برنامج يعني؟ البرامج الجديده اللي خاصه بالشعر والغزل كان في قليل، يمكن برنامج تصير عم تطلعي انت وتعملي حفلات والعالم تعرفك وتسافري وتروحي وتجي، بطل يعني لك برنامج انك تقدمي عليه انه كهاويه، عرفتي كيف؟ والبرامج اللي هي زجليه هلا قليله، يعني في برامج فنيه كثير طبعا مثل ذا فويس، مثل ستار اكاديمي، مثل العرب ايدول، بس نحن كبرامج زجليه انعمل يمكن مره مره بس مره بس. وكنت انا كان لي شي 10 12 سنه عم غني، فحسيت حالي بدي ارجع لورا، فما عانينا الموضوع وكملنا مثل ما نحن هلا ماشيين. حبيبي مين بتذكر من الاسامي اللي قطعت بالزجل وبالشعر؟ مين معلم عندك؟ من مين هيك مأثر؟ عنا اسامي كثيره، في كثار، بس انه مثلا مثل موسى صغيب، يعني استاذ الكل، طلي حمدان، جيري سلبستاني، الياس خليل، انطوان سعيدي، هودي زين شعيب، ابو علي، في منهم الله يرحمهم، زغلول الدمور، زغلول الدمور، فهودي نحن ربينا عليهم. ما نحن بالبيت عنا لما كنا صغار ما فيش كان طرب وهيك، كنا نوع على كاسيتات، كان على الكاسيت بعده زجل 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 زجل، وربينا على هالشيء. اي بيت زجلي هيك معلق عندك من انت وصغير لفتك او خليك تقول انه ما انا بحب كمان الزجل؟ بتصدقي ما بعرف، في شاعر اسمه حنا موسى الله يرحمه، هلا هي القصه شوي حزينه بس عم اقول لك كيف الشعر بيتركب وبينكتب. رايح طفل عمره سنتين عم يتسبح بالبحر هو امه، فلت من ايد امه وغرق بالبحر ومات الطفل. اجى الشاعر حنا موسى عم يحكي له للطفل قصيده طويله، بس بقول له بسطرين هو اكثر شيء معلمين فيي وكثير حلوين. نكمل؟ اكيد قوله كفي. بقول له طفل بعده مثل وبر العندليب، لما بنص البحر عن امه افي، رغوة شفاف الموج فكرها حليب، وضل يرضع غصب عنه تغفي. الله فيك تعيد؟ فيك تعيد لو سمحت. بقول له للطفل، بقول له طفل بعده مثل وبر العندليب، لما بنص البحر عن امه افي، رغوة شفاف الموج فكرها حليب، وضل يرضع غصب عنه تغفي. الله. فبس شوفي هالكلام الحلو، اكيد الشعر زجل كثير حلو، هيدا زجل. فلما توصلي تنضلنا بموضوعنا، كلام مثل هيدا هيدا اذا عم تقولي قدام شاب عمره 30 او بنت عمرها 30 سنه انه ما بتقبله مثلا، انه اذا بتروح بتحضر مثلا طبعا شو لك حفلات او طبعا. بنظرك انت يعني شو ناقص الزجل اليوم؟ كان ناقص شويه اعلام، هو صار في تعتيم اعلامي عليه، بس انا اخر ثلاث اربع سنين يعني هذا الشيء كثير منيح. اول شيء كانوا يقولوا زجل يهربوا التلفزيونات كلها، مزبوط عرفتي؟ في احد شعرائنا من اصدقائي بيروح على محطه يعني هلا قويه كثير من شي 10 12 سنه، بيسالهم بانه بنعمل بروجرام زجل، قال له سيكوا زجل. سوري سيكوا كمان. هن ذاتهم هلا بيودوا وراي بكل برنامج، انه عرفتي بيطلبوني بالاسم. الحمد لله. كانوا واخدين فكره انه زجل خس وبندوره وخيار واسود وابيض وتلفزيون ما بعرف قديم. فهلا ما بكل البرامج على طول بودوا وراي عن جد، مش ايه انت الوحيد اللي بالواجهه يعني. ما هلا عم نقول من هيك شايفين حالنا فيه. حبيبه قلبي انت، تسلمي لي، ميرسي لك. بريك صغير مشاهدينا وبنرجع لكم مع حبيب ابو انطون لنكفي دردشتنا معه ولنسمع بعد اشياء حلوه كثير، خليكم معنا. ومتابعين معكم مشاهدينا مع الشعر والزجل مع حبيب ابو انطون، اهلا وسهلا فيك مجددا حبيب، شرفتنا. نحن دائما بنعرف انه الشاعر الزجلي عنده ارتجال، يعني بتطلع معه الكلمه بنت اللحظه. نعم.
شو فيك تطلع لنا هيك شيء مرتجل منك انت اليوم؟ عن شو الموضوع؟ هيا الله موضوع انت عبالك، نحن قدامك جمال غزل، نحن قدامك وعم تسأل شو الموضوع؟ بسهرة جميلة الميكرو بسهرة جميلة وبالصبايا هاني شفت الطبيعة عالطبيعة جاني شايف قبالي الليلة وردتين وكل وردة أجمل من الثاني شفت يا زلمة بس تغزل فيه شو بصير طب حبيب مندوب حبيبة قلبي عن جد حبيب يعني قد ايه في تحدي بالشعر وبالزجل هلا الزجل اذا عم تحكي كزجل كحفله زجل ايه هيدي الاعداد اللي بتصير بتبلش تفتح الحفله حسب الموضوع اللي انت مثلا مناسبه عيد كذا بمناسبه كذا مثل افتتاحيه بترحبي بالعالم وببلش التحدي والتكسير هول العالم اكثر فقره بحبوها منخلص نرجع منبلش غزل واشياء هيك امور فولكلوريه واخبار شو اكثر شيء الناس بتحبه العالم بتحب التحدي اكثر شيء والقساوي وفي مطارح بحبوا التحدي بس مش كسر عظم يعني مثل الموضوع يعني بتكون انت عم تدافع مثلا عن البحر رفيقك عن البر انت عن الطويل رفيقك عن القصير بين الخير والشر بين المطعوج والجالس مره كنت عم بعمل شيء انا وزميل لإلي اسمه شاعر دانيس فاير اخر شيء صار الموضوع تحدي هو صار بين المطعوج والجالس الله قمت انا بدافع عن المطعوج بسامعك شقفة منها أكيد بكتك له فكرة عن الموضوع أكيد بقول له أنا شاعر نظر الله حصاني سرق من سطوتي عنتر حصاني وبدعسي ناقصة حتى ما يخسر طعج ظهره وطعج نضوة حصاني وأنا وجاي على أول جسر جسر شفت ختيار مسمرني بمكاني انطعج ظهره وعكتر الهم ختير عطيته محبتي البركي عطاني انا صاج انطعج خدي المشحتر عوهجي تأمر الخبز بثواني اجاني بلهفته جاي معطر شبع من نعمة رغيفي وحناني انا طعجت اصابع فوق دفتر بحروف مطعوج كتبت المعاني وحبيبي على البعد قلبي بيقهر تاكتب له بجرحي العميعاني انطعج مكتوب عشفافي تسكر وصل نهدي لحبي الاولاني انا فادي الشعر عكل منبر وتافديكن بدمي الارجواني انا فادي الشعر عكل منبر وتافديكن بدمي الارجواني انطعج على الجلجلي ظهري وانطر كتر ما حملت صلبان بزماني انا منجل حصيدي بكف اسمر وتاحصد خير بيدر قمح جاني انطعج زندي وبعد مغمار غمر عرب قمح الصليبي من الزواني انا اوصل القدح بالجو نور الي بقرص السما ارفع مكاني وبعد ما تعملق وألوان كتر انطعج تيبشر بأول عياني ولأنه الخير بالمطعوج أكتر لازم تعرف الليلة يداني كل ما منلتقي عفرد بيدر السبلة الفاضية مثلك بتجلس ومثلي بتطعج السبلة الملاني هيدا تحدي بس مش تكسير عظم بتعرف أول ما قلت لي أنا طبعاً فضلت المطعوج. دافع عن المطعوج قلت شو مشاغب بس هلا بس شفت الصورة حلوة لك الشعر بس ياخذ الموضوع الصعب بتوفق أكثر من الشعر هيك الموضوع مرة كنت بموضوع عم كمان بتأكد لي هيدا بس كيف تحفظهم هي الصورة اللي بتخليك تقول الأشياء ولا عن جد حفظ أنا عندي حشرية أعرف مش حفظ هلا من هي مش عم تحفظ استظهار أنت بالمدرسة يعني إنه بدك تراك إيه بس ما هي الصورة يعني هيدا عم أقول بدك تراك بالشعر على الموضوع وكل شيء براسك ما هيدا الشعر الزجل اللي بيتميز عن غير شعراء ما هو الزجل شعر مثل كل انواع الشعر
بس سموه زجل لأنه الزجل يعني كيف الحمام الزاجل، يعني الشعر المغنى. نحن نختلف عن غير الشعراء عن شعر الأغنية أو عن شعر المسرح أو عن شعر الكتب أو عن الشعر الحديث، أنه نحن شعرنا بيتغنى على طريقة موال. هوليك بيقولوا إلقاء أو عندهم شوية أوزان أقصر من أوزاننا، بس نحن بنتميز عنهم لأنه نحن كل شيء براسنا. هن بتشوفين بيطلعوا وقت بيكتبوا وبيقروا يعني بالمناسبات وشاطرين وكل شيء. فهي الذاكرة هي موهبة تانية لشعر الزجل. طبعاً إذا ما عنده ذاكرة قد ما يكون قوي وقد ما يكون صوته حلو مش مرغوبة من الناس. تحية لذكرتك القوية لكينا لأنه شبوبة اللي نحن ما عنا إياها، اللي نحن ما عنا إياها هلأ على الفاكسينات. تعرف بس ذكرت شغلي كمان هلأ لفتتني، قلت هيدا تحدي مش كسر عظم 100%. كيف بيكون الكسر العظم؟ يا لطيف. مرة أنا وشاعر بقول له ميكرو حبيب كيفين فيك مش حافظهم كيف، بس قال له النجف النجف والدير والمسجد الأقصى، اسمه اليزدغر الله يرحمه صديقنا، كان بيقول له النجف والدير والمسجد الأقصى بعد ما شعبهن عني استقصى، يا منبر رح يهنوك بحبيبك اللي على خشابك بعبي كل نقصة، يا داغر جيت خصمك مش حبيبك، يا داغر جيت خصمك مش حبيبك، وإذا هيك هيك أسير مكلبج اللي عندي بجيبك، إذا بآخر دني حدك الأقصى بقول له وأنا آخر شيء ما بعرف شو آخر شيء بقول له إذا سمك مفرخ تحت نيبك، نيبك بسحبه من قلب تمك ولا بقشع كاحلي معقوص عقصى. هيدا الكسر العظم اللي أوقات بيعمل مشاكل بالحفلات. وأوقات بنعمل مثل حزازير مثلا عم غني مع شاعر بقول له شاعر سوري صديقنا أسامة السمرة بقول له دمشقي دخل دربك درب دلك دكي درجي درج درجي دبكتب دبك دفك دايك دلك دعمتك دعم دحرج درجي خرج خيال خيلك خنت خلك خمولك خيبك خرجت خرجي خبصتك خمر خمرت خلك خرجك خيش خرج وخرج خرجك خرجي خيم خرج وخرج خرجي. أمور مثل هاي مثلا مهارات بتعمليها. في كتير ألوان، في مثلا القلاب مثلا على لحن على البوابي، في عبدين الليل وعنتر بن شداد مثلا، كتير ألوان. الزجل كتير حلو، بدنا نعزمكم على حفلة و يلا بلاشر أكيد بس أكيد. بس أنا بدي أعرف منك لأنه دكتور جمال من شوي كان عم بيقول بحبه كتير، نحن بنحبه كتير كمان، كتب شيء عني على تويتر شفته بعد فترة زعلت كان لازم رد عليه. كتب شيء مش حلو، كتب شيء كتير حلو عني إنه حبيبه أنطون أعاد الزجل وأعاد التراث أي وشو اللي زعلك؟ شفتها كتبها من شي 9 أشهر شفتها ما انتبهت بوقتها شفتها من شي كم يوم أكثر فيك ترد هلا زعلت كان لازم دغري أشكره يعني هلا شكرته نيفر تو ليت مثل ما بقولوا نيفر تو ليت. كان عم بيقلنا من شوي حبيب إنه الزجل اللبناني طبعا غير الزجل المصري، شو اللي بيميز الزجل اللبناني عن هو الزجل خلق للبنان. هو الزجل انحدر من الأندلس لمر فريم السرياني لشحرور الوادي، هو اللي أسس المنبر الرباعي. بتشوفينا قاعدين 4 على الطاولة صح، وخلي الروك الزغلول دمور مصر غايب لهلأ. بس هو الزجل نحن مثلا بكرة ب17 أدار عنا حفلة بعمان بالأردن بالرويال مع 3 شعراء من فلسطين، يعني طلع 3 شعراء من لبنان تحدي مع 3 شعراء من فلسطين. وين حتكون الصعوبة هون؟ هل اللغة تبعهم غير لغتنا؟ فلسطين مثلا أشطر مش أشطر؟ لا لا، ما اللبناني نمبر 1 بالزجل، يعني مش أنا كشاعر زجل لبناني، بس السوريين قراب علينا، الفلسطينيين شوي قراب علينا، الأردنيين أقل منا ولهجتهم غير. ايه في بمصر مثلا برفح هونيك في زجل، بس نهائيا يختلف كليا عن اللي نحن بنقوله بسيستم راب اللي بغنوه كمبليتلي غير. ايه بس الاردن وسوريا 90% قراب لبعضنا، بتختلف اللغه بعد. يعني اوقات بيعطيكي بتكون عم نحضر نحن وياهم بيعطيكي جمله ما بتفهمي شوي الكلمه، محط لك كلمه بقلب الجمله ما بتفهمي عليه لانه سبحان الله. هون بلبنان اذا عم يحكي ابن زحله مع ابن عكار اوقات ما بيفهموش على بعضهم، كيف بتفهمي على مزبوط على غير منطقه، بس بنساله شو معناتها وبنجاوبه عليها. بتذكر اخر مره طلعت معنا ايام الصيفيه كنت انت وخيك؟ نعم. وين اخبار وخيك؟ منيح. بعدك عم تعمل ديوتو انت وياه بالزجل؟ هلا نحن فرقتنا 4 شعراء، في انا وشاعر مازن غنام وخيي اليبو انطون وجري سنخول.
من بدل اوقات انا وخيي، اوقات انا وشاعر مازن غنام، اوقات انا وجيري، بنبدل الادوار مش على طول يعني من ذات الاشخاص بيتحدوا بعضهم، نقلب الادوار بالتحدي. بس هاي فرقتي الناس التحدي طبعا، عم اقول لك يعني نص الحفله تحدي والعالم بينطروا التحدي، والستات والصبايا بس يكون في حضورهم موجودين بالحفله بينطروا الغزل. انه بحبوا الغزل، كل وحده بتحس حالها معنيه 100%. ايه طبعا طبعا. حبيب قد ايه في رسائل مبطنه بالزجل؟ لانه هلا ذكرت خليل روكوز الله يرحمه، انا صاحبه مع احفاده، ف قريت شوي وحسيت في كثير رسائل مبطنه، في كثير اشياء بناخذها نحن سطحيه بس بيكون لها معاني كثير ديب، مزبوط؟ طبعا الشعر بيوصل رسائل، مش على طول يعني مش على طول بدك تسمي الاشياء باسمائها، عرفتي؟ انه اذا واحد بده يوجه شيء رساله مش يقول للثاني بعينه انت اعور، بمرق له اياها بطريقه مبطنه وبقول له اللي فيه مسلي تحت بطه بتنعر بتوصل. بس في لعب على الكلام شيء كثير حلو يعني اذا تعمقت فيه 100%. يعني مش تسمع بس الاشياء مثل ما هي، لا صح، اذا بتفوتي على العمق بمطارح بيكون مارق قطب، يعني قطب مخفيه. شو حلو. وائل كفوري صديقك بيكتب زجل على المواقع التواصل الاجتماعي، كونك انت صديق مقرب بوصلنا اياه، اول شيء بوصلنا اياه على الاكيد اكرم عين. يعني وائل كل الستات بحبه، بس شو رايك باللي بيكتبوا بالزجل؟ حلو كثير. انا وائل كان يكتب زجل قبل ما انا اصير اصحاب انا وياه، يعني انا كنت متابعه على تويتر ويكتب زجل، اخر شيء صرت اصحاب انا وياه تقريبا مشي 9 سنين. بحب الزجل وائل، بس كون بالبيت بحط يوتيوب زجل ما بيحضر طرب. ايه بيحكيني بيقول لي فيديو كول، بيقول لي ليك شو عم بحضر، بيبرم لي وحاطط شي حفلات لالي بيكون او لغيري. وعم شي مره كنت معه بحفله، انا كل حفلاته بحضر له اياهم حتى برا بالسفر، يعني 60-70%. لا قصدي انه انت كبرفورمانس عم بحكي على المسرح. لا لا بعد لا انه غني انا وياه، لا بنعمل سهرات قاعدات انت وياه، يعني انت يمكن قبله قدمته. لا 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 لا, يعني. لا بس عم نعمل، عم نفكر بشيء نعمله هيك انا وياه، شيء لون لبناني يعني فولكلوري على طريقه الرحب. وائل من زحمه ما ننسى اكيد بده يحب الزجل. يا كثير والله بيموت بالزجل. وائل لك من الداعمين لهاللون الزجلي، في اكثر من سهره نكون موجودين، يعني ما بعرف اذا بتشوفون يغني زجل بقعدات خاصة وبيكتب على التويتر وبيدعم الزجل، يعني مفضل على من الداعمين. حلو. حبيب بكل صراحة في شعرة بتعمل لك حساب بس تكون موجود أو يكون في صديق مشترك أو يعني بيتراجعوا؟ لا لا لا، لكن الشاعر الذكي بيعمل حساب للكل، انا بعمل حسابات لشعراء واكيد لازم هن يعملوا لي حسابات، يعني ما الشعر الذكي بيعد للمليون يعني قبل ما يفوت بمعركه مع شاعر ثاني، لو رفيقه لو زميله، وبالنهايه ما حدا بده ياكل حدا، هي صراع فكري. هل معارك حقيقيه؟ طبعا طبعا صراع فكري بالنهايه. ايه مزبوط اكيد، يعني عم تعملي شيء انت تقدمي محتوى تطرد الناس. بس انه ما بتكونوا متفقين عليها من قبل؟ بلا، بتحطي رفيقك بالصوره، رؤوس اقلام مثلا، عم بعطيك اللي غنينا موضوع بين المطعوج والجالس، عملنا شوية تحدي وحاطين بعضنا بالصورة قبل الحفلة، انه انت بدك تدافع عن الجالس، انا بدي ادافع عن المطعوج، لكل واحد محضر شوي، يعني اكيد ما فيك تروحي على حفلة، نحن حفلة زجل عندنا ساعتين ونص، 500 سطر كل شاعر بده يكون عم بغني، ما فيك تكت ب 500 سطر وتحفظيهم، مستحيل. ومستحيل بذات الوقت تروحي على الحفلة فاضية ما معك شيء بالجعبة، مزبوط معك حق. فهي شوية تحضير شوية ارتجالة، شغلة كبيرة، شغلتنا صعبة يعني. أي أكيد بده يكون كمان واحد ذكي، يعني بده يكون ذكي كمان، هي سرعة البديهة. صح. حبيب معلش أنا طميعة، يلا حابة اسمع شو؟ ما بدي اتشارك انا، الختام. انت كريم ونحن بنستاهل. ايه ختام، اختم لنا بشي على ذوقك، نحكي شي يلا هيك شي من واقع الحياة. اوفو اوفو اوفو
لولا غدر إنسان فيك وخان وما عاد يتصرف مثل ما كان. ضلك قوي واقف بوجه العمر، ما العمر ما بيوقف على إنسان. لولا غدر إنسان فيك وخان وما عاد يتصرف مثل ما كان. ضلك قوي واقف بوجه العمر، ما العمر ما بيوقف على إنسان. عالأرض ما جينا تنبقى هون، عالأرض ما جينا تنبقى هون، في ناس جاي تستلم عنك المفروض لما تفل من هالكون تترك أثر يبقى بعد منك. يا راكد تجمع بلا أسباب، يا راكد تجمع بلا أسباب، قصور وغنى وسروي وذهب وتياب، بكرة شو رح تاخد معك عالقبر؟ قماش الكفن، قماش الكفن، شرشف بدون جياب. شكرا. الله، لقاء أكثر من ممتع. شكرا حبيبي ابو انطون، حبيبي القلب، وان شاء الله بتضلكم جامعيننا بالاعياد وبالحب. اهلا وسهلا فيك ويعطيك الف عافيه.